السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم نأخذ الدرس الثاني من مادة الاجتماعيات احترام الوقت. كلنا عندنا وقت وكل حياتنا هي عبارة عن وقت. بدك تكون منظم لوقتك حتى يمشي يومك بشكل صحيح. الطالب أو الشخص الذي يقوم بتنظيم وقته اعرف أنه هو بينجز أعمال أكثر. الشخص الذي لا يقوم بتنظيم وقته لا ينجز أعمالا أكثر. بدي أحكي لكم اليوم القصة اللي صارت مع عامر. هو بالصف الأول الابتدائي زيكم، هو بالصف الأول. اليوم بس بدنا نذكر القصة ونناقش القصة، بس بدنا نشوف إيش عمل عامر وإيش الأخطاء التي وقع فيها عامر وإيش كان لازم عمل عامر. عامر طالب في الصف الأول يستيقظ باكرا، هاي شغلة كتير حلوة، بيصحى بكير، بيذهب إلى المدرسة في الوقت المحدد. كل يوم بيروح المدرسة الساعة 7 صباحا، وهو يحب المشاركة في الأنشطة المدرسية، بيحب يشارك في النشاطات اللي بتصير في المدرسة. في يوم من الأيام عاد إلى البيت مسرورا، رجع من المدرسة كان كتير مبسوط. أخبر والدته بأنه سيذهب غدا في رحلة مع المدرسة. حكى لأمه أنا بكرة عندي رحلة، ماما بكرة أنا رايح مع المدرسة رحلة. حكت له ماما أوكي ما في مشكلة روح، لأنك أنت دائما بتشارك بالنشاطات المدرسية. بعد أن أنهى واجباته المدرسية، حل واجباته من كثر ما هو متشجع ومبسوط أنه هو رح يروح على الرحلة، أنهى واجباته المدرسية. هذا عمل رائع. ماذا فعل بعد ذلك؟ شارك شقيقته في بعض الألعاب. عنده أخت بتلعب في الألعاب، راح لعب معها. وهو بيلعب مع أخته في أثناء ذلك تذكر أنه في لعبة بحب يلعبها على التلفزيون اللي هي لعبة البلاي ستيشن. قام ترك أخته، ترك شقيقته وذهب ليلعب اللعبة التي يحبها على التلفاز. ترك أخته تلعب لحالها وراح يلعب على التلفاز. ظل يلعب، استمر في اللعب حتى وقت متأخر من الليل. ظل يلعب 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 لما نسي حاله. طبعا البلاي ستيشن بتلهي الواحد، البلاي ستيشن بتخلي الواحد ينسى حاله. ظل يلعب لوقت متأخر من الليل، ظل يلعب للواحد ثنتين في الليل. نسي انه بكرة في رحلة، نسي انه بكرة في مدرسة وانا لازم انام بدري علشان اصحى لدوامي بكير واروح على الرحلة نشيط. ظل يلعب الى وقت متأخر، بعدها شعر بالنعاس، نعس وذهب الى النوم. بعدها شعر بالنعاس وذهب الى النوم، هذا امتى؟ في وقت متأخر من الليل. في اليوم وفي اليوم التالي في الصباح جاءت شقيقته لتوقظه للذهاب الى المدرسة. اجى الصبح، اجت اخته صحته، يا عامر قوم روح المدرسة، يا عامر اتأخرت على الباص، هلا بيجي الباص. ما صحي، ظل نايم. ليش؟ لأنه مبارح تأخر بالنوم. رفض أن يستيقظ واستغرق في النوم إلى وقت متأخر. إنت صحي؟ صحي على 11 الصبح، ظل نايم ونعسان من لأنه كان سهران أول مبارح بالليل. ظل نايم، صحي الساعة 11. كانت الرحلة طالعة والمس ماخذ الطلاب ورايحين على الرحلة ومكيفين، وهو ما صحي وراح الرحلة، والمس ما قدر تأخر الباص وتأخر الطلاب عن الرحلة قبل ما يجي عامر. عندما استيقظ نظر إلى الساعة فتفاجأ بأن الوقت تأخر. صحي لساعة 11، يي أنا تأخرت، ما رحت على المدرسة وما رحت على الرحلة، والمس الأولاد راحوا على الرحلة. ما راح المدرسة ولم يشارك في الرحلة المدرسية. ماذا فعل؟ أخذ بالبكاء، صار يبكي لماما، أنت ما صحتيني، أنت ما خليتيني أروح على المدرسة. طب أختك إجت صحتك، وأختك حكت لك يلا هلأ بيجي الباص، يلا بدك تروح على المدرسة، بس أنت ما صحيت. عندها أخبرته والدته بأن ما حدث كان نتيجة عدم تنظيمه للوقت وتأخره في النوم، فوعد عامر أمه أن لا يقوم بذلك أبدا وأنه سيبدأ بتنظيم وقته. إيش الغلط اللي عمله عامر؟ الغلط اللي عمله عامر إنه هو عارف إنه تاني يوم عنده رحلة، كان المفروض يجهز أغراض الرحلة ويجهز الأشياء الزاكية، يجهز المي، يجهز شنطته، يجهز طاقيته اللي بتحميه من الشمس، يجهزهم كلهم بالشنطة ويروح ينام الساعة 9. لازم ينام بدري علشان يصحى بدري.
دائما احنا بنحكي الاطفال يناموا بدري علشان يصحوا نشيطين لمدرستهم. هلا هو سهر على البلاي ستيشن واخذته لعبه البلاي ستيشن ونسي حاله، صحي ثاني يوم متاخر لانه مش شبعان نوم، ما راح على المدرسه ولا شارك بالرحله المدرسيه، وراحت على الرحله وضل بالبيت قاعد زعلان حزين بيبكي، ضيع يومه ما استفاد فيه منه بشيء. ليش؟ لانه هو ما نظم وقته. هاي القصة بتحكي لنا كيف احنا لازم ننظم وقتنا، امتى احل واجباتي، امتى العب بالعابي، امتى اتناول عشائي، وامتى اذهب الى النوم. اذا انت ما نظمت وقتك راح يكون يومك كلياته ما فيه هدف، انت ما راح تنجز فيه، ما راح تعرف تعمل فيه اشياء انت بدك اياها. اليوم ذكرنا بس القصة، المرة الجاية ان شاء الله راح نحل تدريباتها.